لاباس؟ خليت الاغنيه تكمل باش نستمتعوا بها، اغنيه رائعه بارولي بارول. احنا ما نمدوش فقط كلمات لكن الفعل حاضر بقوه في برنامج صباح الشروق والمطبخ اللي فيه كل الفعل وكل التميز مع شفيله. مرحبا بك صباح النور. مرحبا بك، مرحبا مشاهدينا الكرام. نقول لهم ان شاء الله صباح ممتع مشرق، صباح الحيويه والنشاط على ربي ان شاء الله. واكيد النشاط راح يكون بالتغذيه صحيحه وسليمه. واش حضرتينا اليوم شيف؟ اطباق سهله كالعاده، لكن راح نروحوا جوله ان شاء الله لمصر الشقيقه بألد ما عندهم واسهل ما عندهم. جبت لكم اليوم كباب الحله. كباب الحله راح تعرفوا عليه اليوم. كباب الحله كطبق رئيسي، وجبت لكم صوابع زينب كتحليه. ان شاء الله يعجبهم هذا المنيو ويبقوا معنا يتابعونا حتى نهايه الحصه. على من يعتمد اول طبق شيف؟ الطبق الاول اللي هو كباب الحله راح نحتاجوا فيه قطع دجاج او قطع لحم. انا اختاريت الدجاج باش نكون اقتصاديه. لكن هو من الاحسن يعني انه يكون باللحم. إذا أنا عندي اليوم قطع دجاج قطعتها مكعبات، يعني حكمتها بلونت بولين، زعت له العظام وقطعته مكعبات. راح نحتاج زوج بصل كبار مقطعين جوانح كما راكم تشوفوا، أو على شكل تكتوكة كما نقولوا احنا بالدرجة تاعنا. شرائح. شرائح. راح يكونوا عندي حبة طماطم دوك نقطعهم مكعبات، راس حار يعني نمسكوا به شوية باك اللي يحب الحار، يعني كما راكم تشوفوا ماشي مكونات كثيرة. عندي سنة تاع الثوم، وعندنا توابل اللي راح تكون ملح، فلفل كحل، والبهارات السبعه يعني اللي كيما راس الحانوت تاعنا، وعندنا زعتر. الزعتر راح يمد لنا نكهه يعني رائعه. رائعه. نرقوه غير بكاس تاع الماء، يعني كيما راك تشوف مكونات سهله تمتم يجهز هذا البلا. في الاخر يعني كي نطفيو راح نديروا له كذا. نشوف الخطوات. نعم. حنا تعرفنا على المقادير. اوكي تعرفنا على المقادير. يلا نروح.